بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هنساء أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح أوامر التعديل. أنا شرحت الدرس اللي فات أمر 3D ميرور، النهاردة إن شاء الله هشرح 3D موف. تمام، أنا هاجي أرسم سلندر بالشكل ده كده، واجي أعمل له 3D موف. هدوس على 3D موف من هنا. تمام، بيقول لي سيلكت اوبجكتس، هختار الاوبجكتس اللي هو السلندر وادوس بيمين الماوس انتر. هنا بيديني اختيارات، اول حاجه ان انا بختار البيس بوينت اور ديسبليسمنت. تمام، يبقى انا الاول هختار البيس بوينت. طيب انا البيس بوينت اللي عندي مثلا من السنتر ده، وعايزه احرك السلندر ده، بحركه عندي ممكن ان انا اقول له مثلا حركه لي 20. تمام، وممكن اغير الزاويه، بدوس على التاب من الكيبورد زي ما احنا شايفين كده، فبتغير لي الزاويه. انا عايزه الزاويه مثلا تبقى 45 وادوس انتر، ادي السلندر اتحرك معايا. طيب لو جيت عملت تاني 3D موف واخترت سلندر ودوست بيمين الماوس، بيظهر لي هنا زي ما احنا شايفين الاحداثيات اللي هي الاكس والواي والزد. الاكس اللي هي بالاحمر، الزد ازرق، والواي اللي هو بالاخضر. انا لو عايزه احرك على الاكس بدوس كده واحرك على الاكس، شايفين بتحرك على الخط الاحمر. ممكن ان انا اكتب الرقم اللي انا عايزه احركه. تمام، طيب لو انا عايزه على الواي بقف على الواي الخط الاخضر ده وبحرك زي ما انا عايزه. لو انا عايزه على الزد نفس الكلام، بحرك فوق او تحت زي ما انا عايزه. تمام، يبقى ده برده 3D موف. طيب انا هقول له اندو، واجي ادوس على 3D موف واختار السلندر وادوس بيمين الماوس، واجي هنا اقول له ديسبليسمنت، هدوس عليها بالشكل ده كده. وهنا ممكن ان انا احدد الاكس والواي والزد، بكتبهم في الجزء اللي احنا شايفينه ده. فانا هقول له مثلا الاكس حركوا لي مثلا 10 وبعدين كوما 10 تاني وبعدين كوما 10. تمام، وادوس انتر، هنشوف هو حركوا لي زي ما احنا شايفين كده. يبقى انا بحركه عن طريق ان انا بحرك الاكس والواي والزد، ان انا بحددهم. اخر حاجه هتكلم عنها، لو انا جيت عملت بوكس بالشكل ده كده عشان بس اوضح لكم. تمام، جيت قلت له 3D موف واخترت البوكس ده كده ودوست بيمين الماوس انتر، عندي الاكس والواي والزد زي ما انا شرحتها. لو انا وقفت على الاكس بالشكل ده، تمام، وعايزه احرك بحيث ان انا اخد كوبي من نفس الشكل واحرك. طيب باخد كوبي ازاي؟ عندي تحت بيظهر لي هنا اختيارات، عندي بيس بوينت كوبي، فانا هدوس على كوبي بالشكل ده كده، واجي احركه زي ما انا عايزه. مثلا هقول له 30. تمام، اهو عمله لي 30. ممكن الامر يفضل معايا على الاكس برده، ممكن ان انا اعمل مثلا 60، اهو انا حركته 60 من النقطه اللي انا اخترتها. لو عايزه اعمل اندو باجي اقول له اندو من هنا. تمام، طيب لو دوست اسكيب خرجت من الامر بالشكل ده، وجيت برضو عملت له 3D موف واخترت الشكل وبعدين دوست بيمين ماوس، وعايزه على الزد من هنا بدوس على الزد. تمام، واجي اقول له كوبي، واجي احرك لفوق كده اهو، مثلا اخليها 25. يبقى انا عملت كوبي من الشكل اللي عندي او الاوبجكت اللي عندي وحركته. يبقى احنا اتعلمنا النهارده امر 3D موف في برنامج الاوتوكاد. كده خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.